سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطلب. دحر علم عن دوولوش حق متن تير حق جين تير دعوول الرقوبة عن دوي اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من أهل السنة والجماعة بهذا المتن المبارك لما فيه من النفع والفوائد العظيمة ويسلف أهل السنة والجماعة أيضا ناقة أوه تجميلات تجميلوش ظهر جين هنزة تارج أوه لورش دوئي تار بيركتي إلا حق جينا بيركتي دو إلا تار هر جين جوخ هم تيرش شوات بيد حقوشين شلاتن بعندوش التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلم الشرعي أتو خلت هرجين حلخر علم عمد دعوالوش وستجا ثم تيردعوالوش ونحن نتأسى بهم ونخطو خطوهم في هذا المنهج تأق أتعيلا من أخوين رحيغا بيشرج حق جين تير ويدعوالور دوش ويترقل دوخ تارق المسألة يتوي كما أن عوام الناس أيضا لا غنى لهم من دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمله الريب ولا شك تأق أستن الطلاب العلم شان تويس أتمتعلم شان عاندج تأش دويتي هرجين إلشا دات هور بوصل ستغن تيعدوهر عامدر هند إلشا حق جين وشين تلاتة هور بوصل ستك قوتش إيمان ديو ديش مسألتش شي تاني تاتي بشي قوة يوش إشتا حق دي دوي حق متن دو يتميز هذا المتن وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عامة به حق متن تشوح يخا قد عدو شيخ محمد ابن عبد الوهاب بجينش كحق استنس عدكم من الحق دو عيلمنا شهدو إلشا دوحرة السهولة والوضوح دوحرة أهد خلري قيت بي خلري هورستغن شلغة ذكر المسائل مقرونة بالدليل مسألة شي دليوش ثاني حاغن خلر قولغة يجمع المسائل ويرتبها ويذكر لها عددا ومن ثم يبدأ بالشرح مسيت مسألة دا دوي يوخ ديق اشقو اش ديق ديوقي ثاني وقع قاستن ببيش غنا قاستن بوي وين قيتي تأتخلت يوخ اتمسألة شن شرح دو الله شيخ الاكثار دي اول بعنا الاكثار من دعاء لقارئ والمستمع لمؤلفاته شيخ يازن شورت دعنا شكر دوين تنجينش ديوشوش كانتيرا لدوخش كانتيرا تأقى قول خاتر دوحر خاتر ويا توحيد هون عام دوال خاتر در شولغا حق جينت إير دعون دول وعلم عام دا دول شانع الخاتر در قول خاتر التعريف بأصول الثلاثة هر أصول الثلاثة عقن هم عنده حنغ لياتي هر إلشا الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ثلاثة دوت حغدك إذا كشتع ويقدر دو قو خاتر دو هو خاتر دوش دو حر خاتر من ربك عديل ملو شول خاتر ما دينك حدين هو دين دو قو خاتر من نبيك حبيمر حقلش ملو اشتا دي او خاتر ما هي ثمرة التي نجنيها من دراستنا لأصول الثلاثة هبو بيد هبو إبيد ويهر أصول الثلاثة عامع وين خربول مش تقوشر دو إلتش أنك إذا تعلمت أصول الثلاثة بقل أهر أصول الثلاثة عامع ثم عملت بها تنس عمل إياح ثم دعوت إليها قيش ناغن أعز دعقاجع ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة تلتح عصوب ريئ خلاح أتعلم عام ديرتح عمل يرتاح دعوة ترتاح أجبت بإذن الله عن أسئلة القبر الله بوربان سا أتكشت وحي خاتر دول قا خاترا جواب لردوح بخي الله خاتر فهرس متن الأصول الثلاثة يقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام وهي بخي الله خاتر جينين شلات ماليتو هور جين ديش وولو شيناح أت جينا شلات نك حجويتها هر جين بخي ديق لشدو
دحر المسائل الأربعة سورة العصر دحر دي خاتر العصر وصو سورة قرآن شر سجر حقيقته دي خاتر غليستو دحر داق شولو داق المسائل الثلاث أقسام التوحيد قو خاتر يهو قو خاتر دو أجا توحيد ديق أشغلات دي سرطو سوشي انشوها أهمية دراسة التوحيد قو الله داق سجوها توحيد عاندر كويرت خلر ردو دو داق الأصول الثلاثة أسئلة القبر قو بوخ بو إذا ويحاق مدر كشجر خاتر ردو بقي الغداقة الخاتمة شقية جايني شقية غدو أتبقي ديق جواح ويسينا لأتدريس دو ألجا دو حر دي خاتر يغرقوي.